بصي يا سيلا، دي معانا الاشكال النهارده، معانا الاشكال الهندسيه. ده اسمه ايه؟ مثلث. اسمه ايه؟ مثلث. وده قولي مربع. مربع. وده مستطيل. واللي هناك دائره. اللي هناك دائره. طب يلا بينا احنا نوزع الكروت دي، عباره عن اشكال هندسيه، مربع ومثلث ومستطيل، ونحطها كل حاجه في مكانها هنا. يلا شوفي المستطيل فين وحطيه. نحط الثلاثه. برافو. اه يلا كل المستطيلات على طول كده حطيها. يلا ازاي؟ برافو عليكي يا سيلا. ماشي، اللي يجي في ايدك مربع حطيه في المربع، مستطيل مستطيل، فاهمه؟ برافو. بس في ايدي. ماشي، اللي يجيكي في ايدك طلعيه وحطي. طب بصي انا ممكن احط لك كل الاشكال هنا قريب منك، ووزعي بقى حسب الشكل اللي يجي في ايديك. ماشي، يلا اللي يجي في ايدك خلاص. يلا حطي بقى كل الشكل يجي في ايدك، حطيه في مكانه. ده اسمه ايه انت حطيتيه؟ مربع. ده اسمه مربع. مربع. ماشي، يلا وزعي كل حاجة في مكان بالشكل اللي زيها. ماشي، بترصيه يعني؟ اوكي، مش لازم. ماشي، رصي. ده اسمه ايه اللي احنا بنعمله ده؟ مربع. اسمه ايه؟ مربع. طب هناك الشكل ده الهندسي اسمه دائرة. اسمه ايه يا سيلا؟ دائرة. دائرة. برافو، حطي دائرة. يلا حطي الدائرة. دوائر. جمع دائرة دوائر. يلا برافو. عاملاها بس كده. ماشي، ترصيهم. ما احنا عشان المكان اصلا مش هينفع يترصي فيه كله، فممكن تحطيهم فوق بعض عادي. يلا اللي معانا الاخير ده مثلث. ده اسمه ايه؟ مثلث. مثلث. يلا حطي المثلث في مكانه الشكل اللي زيه. برافو سيلا. ماشي، حطيهم فوق بعض مش مشكلة، حطيك عادي الشكل فوق بعضه عادي. برافو سيلا، انت كده وزعتي الاشكال الهندسية. طب تيجي نتعلم الالوان؟ تيجي نتعلم ونعرف ده لونه ايه الاول. المربع لونه، طب اوكي، فوق الدائرة لونها بينك يعني وردي. طيب المستطيل اخضر يعني جرين. اخضر يعني جرين. وده ازرق يعني، ها؟ ازرق يعني. قلتي صح. بلو. بلو. برافو. اصفر يعني يلو. اصفر يعني يلو. طيب احنا عرفنا كده دلوقتي الالوان. المثلث لونه اصفر يعني يلو، المربع ازرق يعني بلو، والمستطيل اخضر، ده اخضر فاتح، اللون ده اخضر فاتح يعني مش في اخضر غامق وفاتح، وده اسمه اخضر يعني جرين، يعني بامبي يعني بينك، او وردي يعني بينك. طب تيجي يا سيلا نعد كل شكل هندسي فيه كام. يلا طلعي المستطيل وعدي فيه كام. واحد. عدي الدائرة. ماشي، ابدأي بالدائرة. واحد. اه بصوت عالي. اتنين. برافو. تلاتة. برافو. أربعة. خمسة. خمسة. ستة. برافو جدا. كده الدوائر ستة. حطيهم تاني في مكانهم بسرعة. كده الدوائر عندنا طلعت ستة. المستطيل واحد اتنين تلاتة أربعة. لا تلاتة بس، ودي كده أربعة. يبقى المستطيل طلع أربعة. المستطيل دول الأكبر بس. اه دول الأكبر. برافو، عشان ستة ودول أربعة. طب تعالي نشوف تاني في أكبر من الدوائر ولا لسه؟ نعد المثلث. واحد. ها؟ اتنين. برافو. تلاتة. أربعة. خمسة. ستة. ستة. يبقى كده في مثلث قد الدوائر ستة، في اتنين زي بعض. حط يلا المثلث كله بسرعة بسرعة كده. برافو، كلهم على بعضهم عادي. ونبدأ نعد المربعات نشوف كام مربع. عدي المربعات. واحد. اتنين. اتنين. برافو. تلاتة. أربعة. أربعة. المربعات طلعوا أربعة زي المستطيلات. يبقى احنا عندنا
يساوي مين ومين يا سيلة؟ قولي مين يساوي مين؟ اه المربع بيساوي المستطيل، والدائرة بتساوي المثلث، الدائرة اللي هناك بتساوي المثلث. طيب أكبر رقم المثلث والدائرة عشان ستة، والمربع والمستطيل كل واحد فيهم أربعة، يبقى كده اللي فايز مين؟ الدوائر والمثلثات عشان هما الاتنين زي بعض ستة. ونحط دول، بيقول هنقول دول قد دول، دول بيساوي دول، المربع بيساوي المستطيل عشان قد بعض، والمثلث بيساوي الدائرة علشان العدد بتاعهم قد بعض. يلا نقول لأصحابنا ايه؟ نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. ما تنسوش تدعمونا لايك 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 علشان نعمل لكم فيديوهات كتير من النوع ده. مع السلامة. سلامة.